خلاص احنا يعني مبسوطين مع بعض. ونقول اللي ما عمرنا قال يا كوينهم تا 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 تا. يلا نحكي اليوم مع نجمة مختلفة، فنانة قديرة وموهبة كتير كبيرة، وقبل كل هول إنسانة حساسة جداً 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 وصادقة وعفوية. لبلبة، أنا مبسوطة أني ملتقي معك. أنا من سنين بحبك وبحب أن نلتقي، لأنه بحس أنه في كتير إشياء ممكن نحكيها مع بعض. بالضبط، وأنا نفسي من زمان كنت بشوفك ومعجبة بطريقتك إزاي بتحاوري، وكان نفسي أعمل لقاء معاكي، والحمد لله ربنا حقق ده. أنت حساسة كتير وممكن تبكي بسرعة وممكن تتحكي بسرعة، أي الأسرع؟ أضحك بسرعة. أنا حياتي أكتر فيها مرح عن الـ 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 وناس كتير إخواتي بيقولوا لي إن أنا ما بيلبقليش إن أزعل. صح. هم بيقولوا لي شكلك وحش وانت بتعيطي علشان ما عيطش. يعني هم بيحبوني ان انا اضحك، وحتى جمهوري بيحبني ان انا اضحك اكتر. شوفي، نحن كجمهور لك بالعالم العربي كله عودتينا ان انت تطلي علينا بادوار، يعني احنا بنضحك معاكي. الكوميديان كتير صعب، مش كل الكوميديان بيقدروا يخلقوا يعني خفة الظل تبعهم بتوصل حلوة للناس. أوقات بنضحك كده وأوقات بنضحك من قلبنا، معاكي بنضحك كتير من قلبنا. ومع هيدا وكله كان عندك مفترق طرق، يعني برضو عملتي أدوار بعيد عن الكوميديا. أيوة، انت فنانة شاملة، بتغني بتمثلي، عندك نظرة اخراجية رح نحكي ليه وليش ما طبقتيها وسمعتي من الاستاذ يوسف شاهين. فكل دول يعني بيعملوا لبلبة. انت وين اكتر، بالكوميديا ولا موافقة وبتحبي على التغيير اللي رحتي عليه؟ انا قصدت ان اغير، لاني انا بدأت كطفلة كنت مشهورة باني بقلد الفنانين. صح. وبضحك الناس وبخليهم ينسوا همومهم. وقعدت فترة كبيرة مرتبطة بالشكل ده، الحاجات الكوميدية الحاجات اللذيذة. فحبيت اني بعد فترة طويلة، بعد ما عملت ممكن حاجة بخمسين فيلم، صحيح، ابتديت افكر، قلت ايه، لا انا السنين بتجري ودخلت مرحلة عمرية جديدة، لازم أغير، ما يبقاش الحاجات الخفيفة، خلي الناس تشوف شكل آخر من قدراتي في الأداء التمثيل. فلوحدي ما كنتش في أي سبب إن أنا أقفل الوقفة دي وأغير، لكن أنا فكرت، لقيت العمر بيعدي، وأنا مريت من مراحل كتيرة، طفولة وبعدين أكبر وبعدين أكبر وبعدين أكبر، فجيت في فترة طبعا سني مش باين عليا، يعني ما كنتش حتى بقيت عندي 40 سنة. فقلت لا، أنا لازم هنا أداء التمثيل بتاعي أغير عشان أقدر أعيش أطول فنيا. لأنه لما مش معقولة لما المرحلة العمرية أبقى أكبر أعمل الحاجات اللي أنت والحاجات الحاجات دي، فقلت لا أنا لازم أغير. فوقفت وقفة، ناس كتير استغلطتني وقالت إيه اللي بتعمله ده، أنت ناجحة في حاجة خليكي في اللي أنت ناجحة فيه. قلت لا، لازم الناس تشوف شكل تاني. وقفت وبقيت أرفض كل الأدوار اللي تجيلي اللي هي شبه حاجات أنا عملتها. لحد ما الحمد لله ان ربنا استجاب لدعوتي، بقيت اكلم ربنا اقول له يا رب ابعت لي حاجه مختلفه، خلي الناس تشوفني بشكل جديد مختلف متعودين فيه، علشان انا حابه مهنتي وحابه جمهوري، فانا عايزه استمر على قد ما اقدر. ففعلا الحمد لله في فتره كده عدت بقى، وكان في بقى افلام
مختلفة خالص. تفتكري ايه الانطلاقة بتاعتك يلي هي برات الكوميديا؟ كان اي عمل بالضبط يعني اول ما طليتي على الناس قالوا اوف لبلبة كده؟ اه كان كان في فيلم ضد الحكومة مع عاطف الطيب. للراحل عاطف الطيب. أيوة. عاطف الطيب من حسن حظي انه كان يحب يطلع النجوم مش استامبا اللي معروفين. يعني ده بيطلع دور مجرم يطلعه مجرم. كان يحب يقلب الادوار. يحب يغير. فشافني كنت انا في مهرجان كان وهو كان في مناسبه كلنا معزومين فيها وانا ما بعرفوش كويس. حسيت انه هو باصص لي كده فابص له الاقيه بص الناحيه الثانيه. فبقول هو بيبص لي كده ليه يا ترى؟ انا عملت تصرف مش قد كده. بعدين مفيش شهرين اقل من شهرين جيت مصر ولقيت المنتج سعد شنب بيكلمني وبيقول لي مدام في دور مرشحك فيه المخرج الكبير عاطف الطيب مع احمد ساكي. قلت له الله حلو قوي. فقال لي بس ما تتخضيش لو شفتي الدور لو قريتي. لما قريته ما خبيش عليكي انا خفت. محاميه يمكن بتذكر محاميه انتهازيه معتقل سياسي وكنت انا ضد الحكومه مش احمد زكي ضد الحكومه. فيعني انا كنت بقول كلام جريء جدا ودور حتى لما الاستاذ عاطف قال لاحمد زكي قال مين احمد زكي ساله قال له مين هتعمل ساميه المحاميه قال له لبلبه قال له لبلبه اه لبلبه على عيني وراسي بس لبلبه هتعمل الدور ده قال له هتشوف. هو كان كأنه متأكد كسب الرهان طبعا. واشتغلنا في الفيلم الكام يوم الأولانيين كنت خايفة انه هو ما يبقاش مبسوط مني. كانت الوقفة مع أحمد زكي اشرحي لي يعني وصفي لي الحالة دي. نحن بنحب نعرف لما بيوقفوا فنانين كبار مع بعضهم يعني في مشهد بتدي وبتاخدي. أيوة يعني منه. بيدوا وبياخدوا من بعض. أيوة. اشرحي لي مشهد كان بينك وبين أحمد زكي ممكن ضد الحكومة أو بغير عمل. هو كان أول مرة أنا عملت معاه فيلمين معالي الوزير وضد الحكومة. كان أول مرة ضد الحكومة. فكان بنشتغل في المحكمة وكان في فوق 100 كومبارس موجودين وشغل صعب وطلب مني الأستاذ عاطف هو قدامي أحمد يعني بنتكلم مع بعض. قال لي عايزك لما هتخش عليه في الجملة الفلانية عينيكي هترغرغ لكن الدمعة مش هتنزل. الدمعة هتنزل في الجملة الفلانية. أوف. لما تجهزي يا مدام شاورلنا بس كده. أنا أول مرة مخرج يطلب مني كده. فقلت له حاضر لكن أنا قلت يا رب ساعدني إزاي حاضر. طب يفرض الدمعة نزلت غصب عني طبعا. فده كان شوط صعب جدا جدا وعملته من أول مرة قالوا أوكي لكن الأستاذ عاطف ما قالش الله هايلة. فأنا نقلوا الكاميرا عشان ياخدوا الشوط اللي بعديه. فأنا قلت يا أحمد أنا كنت كويسة. قال لي يا نهار اسود هو أنت ما دريتيش عملتي إيه؟ أنت عملتي شوط عبقري حلو. بس انا كنت شايله هم ان ليه الاستاذ عاطف ما قاليش انت مستنيه من المخرج لان واو. احنا كنا نعمل افلام زمان استعراضيه المخرج يقول الله هايله تجنني والحاجات دي الاستاذ عاطف ما بيقولش. فانا يومها رجعت البيت وانا معيطه يعني عيطت. امي قالت لي ايه اللي حصل؟ قلت لها الاستاذ الظاهر خد مقلب فيا وانا مش عاجباه. قالت لي مش هتعرفي تكملي تصويرك لو انت ما تحتيش قولي له اساليه. فكان تاني يوم كان يوم جمعه فكلمته بالتليفون ما كانش فيه موبايل. فرد عليا هو صباح الخير يا استاذ عاطف. قال لي اهلا. هو كان جد كده. فقلت له حضرتك يعني كنت عايزه اقول لحضرتك حضرتك راضي عني انا كويسه يعني زي ما حضرتك متخيلني بالظبط. قال لي قلت له عشان حضرتك مش بتقول هايله ولا برافو. قال لي مش انا قلت اللي بعده يبقى انا موافق على ده. وسكت وانا سكت. قلت له ميرسي. قال لي العفو. باي 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 باي. وخلصت هون. وخلصت الحكايه. حلو يعني هيدا الجو هو زمن الفن قبل. دلوقتي تغيرت
الحاجات تغيرت كمان يعني. وكمان مع الوقت نحن بنتغير. شو اللي تغير فيك لبلبة؟ أنا هو سؤال شوية عمر ما حد سأله لي. يعني أنا حاسة أن أنا ما تغيرتش. أنا نونيا الصغيرة اللي مهتمة بفنها ومهتمة بجمهورها وعايزة تسعد الجمهور. يمكن اللي تغير فيا الخبرة السنين. إن بقيت أفهم الكاميرا هنا يعني أنا طالعة إزاي. الجملة دي لما أقولها كده يمكن أقولها أحلى. وياريت يبقى إحساسي موضب مجهزة نفسي من إيه. أنا دايما أحس بالجملة أحسها في قلبي. لازم تطلع في عينيا. لازم العين تقول قبل البق ما يتكلم. يعني يمكن اكتسبت شوية خبرات. أكيد لكن أكيد. أنا هو أنا بالظبط. ما غيرتك سنين الظروف اللي حوالينا؟ في كتير ناس بنلتقي فيهم بالمهنة، يمكن أنا بسميها مهنة، أنت بتسميها فن وشغف وحياة، لأنه أنت دخولك على الفن ما كان من لأنه درستي تمثيل فأنت مثلتي. بالظبط. أنت خلقتي عشان تكوني فنانة. أنا ما اخترتش. أنا موهبتي من سن 3 سنين ابتدوا أهلي يشوفوا أن الطفلة دي غير إخواتها. إيه الطفلة دي؟ بتعمل كده إزاي؟ بقلد، برقص، يغيروا المزيكا، أغير الكوريوغراف لنفسي. حاجة غير إخواتي. فأنا ما اخترتش. أنا موهبتي أهلي شافوني فقالوا الماما الطفلة دي ممكن تمثل في السينما. فأمي قالت يلا. افتكرت بقى فيلم هيفرحوا بيا ان اطلع في السينما وبعد كده خلاص خلاص مفيش حاجه. لكن ما حدش ابدا كان يتصور ان انا هفضل عمري كله ادي حياتي للفن. يعني انا مره بقول لماما بعد ما شويه كبرت قلت لها ليه وافقتي انهم يغيروا اسمي نونيا ويسموني لبلبة؟ قالت لي وانا كانش عرفني ان طول حياتك هتمثلي وهتبقي فنانه. احنا كنا فاكرين هنفرح بيكي فيلم فيلمين والموضوع خلاص يخلص. شوفي هيدا بيخدني على مطرح. في كتير قبلك لبلبة وبعدك ابتدوا نجوميتهم كانوا اطفال يعني بطفولتهم ونجموا عملوا نجوم بس لفتره وبعدين اختفوا. انت لا، يعني انت بلشتي الفن ابتديتي بعمر 3 سنين 4 سنين 5 سنين وكنت بتطلعي قبل حفلات عبد الحليم. يعني عاصرت العمالقه وانت لسه طفله مش فاهمه هم عمالقه اصلا، لسه كنت صغيره وبرده كبرتي بالموهبه ولسه مستمره لغايه دلوقتي. ليه؟ ايه الاختلاف؟ ليه انت موهبتك ما وقفتش بمطرح معين؟ عشان انا حبيت جمهوري. شكلي ما اختلفش. انا لو غسلت وشي وشلت المكياج بالظبط هي الطفله اللي كنت بطلع في انت بيبي فيس وملامحك هي هي صح. وشي ما اتغيرش. ما تخنتش وخسيت. ما جبتش ولاد. يعني انا متفرغه. اول حاجه بفكر فيها فني وجمهوري. يعني كل اللي بتمناه ان اقدر اسعد الجمهور ازاي. حتى لما كنت اطلع على المسرح كنت اخد بالي من الجمهور اللي قاعد في الصاله. لو لقيت مثلا واحد قاعد عامل كده الله ده مش معايا، افضل وراه لحد ما ضحكه. يعني بتراقب الناس انت عم بتشوفيهم مش انه ببص على جمهور كامل. كنت اقول لامي يا ماما انا عايزه اللي قاعد في اخر صف اضحكه وابسطه. انا عايزه ادي السعاده للناس. اتعودت على ده. حتى لو انا مثلا في حاجه مضايقاني حزينه على فقدان حد، لو حد قلب لي بقى على طول اروح ضحكه لان هو مش ذنبه يشوفني ان انا حزينه او زعلانه. شوفي انت قدمت كتير من حياتك للفن وهيدا رح نحكي. عندك بيقولوا حدوته حواديت كتيره. ايوه قصص عشتيها كتير. بدي ارجع معك للحظه لانه يعني بعد قريبه مش من زمان
وانا بتكلم شوي مصري وشوي لبناني عشان كمان يعني نواكب الجمهور المصري كمان فيها. كنت في جوي اووردز بالرياض وكان تكريم الكبير الزعيم عادل امام. نجوم ونجمات مصر وانت كنت طبعا موجوده، كله يبكي كله دموع. يعني هيدا الموقف، وخاصه ليه عم بسالك؟ لانه انا بعرف والكل بيشوف علاقتك بعادل امام، يعني انتوا قصه حياه في الفن، مش عشره طويله، يعني ما بعرف فوق ال 15 فيلم يمكن، حياه طويله، حياه. وفي مسلسلين صاحب السعاده ومأمون وشركاء، كل مسلسل انا بعتبره خمس افلام مع بعض، لان بنشتغل مع بعض 7 شهور. كل يوم احنا مع بعض، بناكل مع بعض، بنفكر مع بعض، بنمثل مع بعض. انا عشرت السينمائيين والاستاذ عادل امام اكتر ما عشت مع اهلي في بيتي. صحيح. يعني العشره بيني وبين عادل كبيره، بحس بيه، بحس بعينيه امتى هنا هيقول الكلمه الفلانيه. اسكتي يا بنت يا نونيا، ما تتكلميش، هيقول هنا حاجه عينيه بتقول. عشان اتعودت عليه. يعني بتترك الإفيه بتاعه يطلع لانك فاهمه. لازم. لا يمكن ابوظ له إفيه وهو عارف احبه قد ايه واخاف عليه قد ايه. يعني انا بعرف هو زعلان او مبسوط من مشيته في الكوريدور بتاع الاستوديو. نحس اقول يا جماعه الاستاذ النهارده مش مبسوط. الاستاذ النهارده هيفركش، هيدروح. الاستاذ النهارده مبسوط، تلاقيه فعلا مبسوط. في شي مره اعطاكي مش ملاحظه بس قال لك حاجه عمرك ما هتنسيها؟ ايوه، لما حصل ان امي مرضت ومرضها خد 16 سنه، هو كان خايف عليا جدا، لانه كان خايف ان انا، وكنا تقريبا حاسين ان مرضها يعني صعب. فكان يعني دايما بيسال عايزه حاجه يا نونيا، محتاجه حاجه، واقف جنبك. ايوه، يعني هو وعيلته، مدام هاله زوجته وولاده هم زي ولادي. فلما جت ماما توفت، انا بقى ما بقتش اكل وخسيت وبقيت ايه. فيوم العزاء جه وقعد جنبي يعني، وانا قلت هيقول لي كلمه توسيني معلش مثلا. قال لي بقول لك ايه يا نونيا؟ قلت له ايوه. قال لي كلي لحسن خسيتي وبقى شكلك يقرف الكلب. فطبعا انا ضحكت طبعا. كلهم بصوا ان دي بتضحك في وسط العزاء بتاع مامتها. ايه هو دمه خفيف طبعا. يعني لما يقعد كده ويبص لحامل كده تلاقي نفسك بتضحك. كلنا يعني عنده جمهور في كل العالم العربي وكلنا بنحبه. عادل امام يعني ما يتكررش، حاله خاصه. انا ليه بكيت؟ بكيت لان حط مقتطفات من اعماله. العينين دي عينين الاستاذ عادل، تضحكك وتبكيكي. صح. يديكي البؤس ويديكي غلبان ويديكي فرحان ويديكي، لا يعني هو فعلا زعيمنا. صحيح. زعيم الفن، زعيمنا وحبيبنا عادل امام. ياخد قلبي يعني، لما اشوفه كده ابقى حاسه ان الفن كله. نونيا لبلبة او لبلبة، نحن بنقول لك بلبنان لبلبة. بتعرفي في كل شخص في محطات بحياته، محطات بحب يفتكرها دايما، محطات بحب ينساها او تكون يا ريتها مش موجوده بحياتنا. سمي لي محطه او حاجه بحياتك بتحبي دايما تفتكريها. هو فيلم اللي انا عملته للراحل عاطف الطيب كان اسمه ليلة ساخنة. الفيلم ده انا
كان بالنسبه لي مفاجاه ان خدت فيه 13 جايزه كاحسن ممثله، مش بس من مصر، من بره كمان، من كيب تاون جنوب افريقيا، وفي باريس، وفي فالنسيا في اسبانيا، وطبعا من مصر طبعا كان كل الجوائز. الفيلم ده بحبه، وكان حلم بالنسبه لي انه كل الجوائز دي وكل النجاح ده، وكان اول مره اعمل دور مختلف. الدور يعني طول عمري كنت بضحك الناس. الفيلم ده كان فيه حزن وكان فيه بكاء، دراما، خليت الناس تبكي في الصاله. صحيح. فانا ما كنتش متاكده من نجاحي، فكانت مفاجاه ليا، وكنت خايفه يوم ما اتعرض اول يوم في مهرجان القاهره. قعدت في اخر صف علشان قلت اذا ما عجبهمش اهرب اهرب بسرعه، لا من شاف ولا من دري. وكانت مفاجاه انه من اول ما شلت الشنطه على كتفي ومشيت اللي هي الفيناله، كانت الناس بتسقف، وكل النقاد والجمهور جم شالوني ودوني على المسرح. الله. دي ذكريات لا يمكن انساها، والايام الجميله اللي انا شفتها، والنجاح اللي ما كنتش اتوقعه الحقيقه. الله يرحمه الاستاذ عاطف الطيب، بعد ربنا له فضل كبير عليا. انه كانت جرأته ان يديني دور زي ده، ودور بهر كل الناس. صحيح. الكاست اللي كان معك قد ايه بؤثر على كمان ادائك؟ طبعا. يعني نور الشريف، نور الشريف يعني ما مش نور الشريف معروف عنه يعني. ازاي بيساعد الفنان اللي قدامه. يعني كان استاذ عاطف ياخد له الكلوزات بتاعته معايا، علشان الفيلم احنا كنا بنشتغل لحد الساعه 6 الصبح لحد ما النور يطلع. كان كل الشغل بالليل. فكان ياخد الاجزاء بتاعته ويقول له خلاص تقدر تمشي، يقول لا انا هستنى عشان ادي الاحساس ده لنونيا، عشان المفروض ده انا ببص له بحب وباحساس باحساس. يقول مش همشي، كان يوقف لي علشان الاحساس يكون فيه صدق. اليومين دول فيه الفن ده موجود قليل من الزمايل لما بيعملوا ده، لان كلهم بيبقوا مشغولين وبيجروا من هنا لهنا من هنا. تغير الفن لبلبا؟ الفن هو الفن. يعني الفن هو سيناريو حلو، مخرج متمكن، كاست لايق. الفن هو الفن، له قواعد الفن هي بالعكس. ايه اللي تغير؟ الناس، الممثلين، ممكن النجوم. يكون حصل المواضيع ما بقتش زي زمان. السيناريو. أيوة. لان الناس العباقره الكبار اغلبهم اتوفوا. بقى في استسهال ان يعملوا الحاجات، الموضوع الصغير اللي يقعدوا يطولوا فيه ودب دب. وطبعا دلوقتي التكنولوجيا بقت في حاجات اجهزه مهوله ما كانش ده موجود زمان. هيدا بيلبككم يعني، ملبك لكم ولا بيساعدنا؟ بيساعدنا. ده احنا ممكن الممثل يطير في الهواء. زمان ما كانش ممكن ده، كان بيقع ويكسر رجله. كنا لا دلوقتي التكنولوجيا ساعدنا جدا في انه يبقى في حاجات سهلة أكتر. هو بقى السيناريو هي في أزمة كتابة. بتعرفي هيدا الشيء بكتير من اللقاءات. أنا كان لي لقاء مع المنتج صادق الصباح. يا سلام عليه. بتتابعي له. الأستاذ صادق بيختاروا مواضيع جميلة جدا. وأنا معجبة جدا بشغله. نرجع كانوا يقولوا لي دايما في أزمة نصوص. أيوه. أزمة كتابة. هيدي موجودة، صارت يعني تقريبا بكل الوطن العربي. أيوة. طب إيه الحلول فين؟ لازم كتاب جدد ولا لازم نشوف شو المواضيع اللي ما اتطرقنا لها في السنوات الأخيرة ندخل عليها؟ لازم كله بيشبه بعض. أنا أفضل لما بيجي لي سيناريو أفضل إن يكون الموضوع يمس الناس. ما يكونش غريب على الناس. أوكي. إن تبقي أنت مثلا
الدور اللي أنا بقدمه يبقى فيه ملايين من الستات هم شبهك. في دور بهية اللي أنا عملته مثلا مع يوسف شاهين أو ملايين من الستات في دور حرية. يعني لازم يمس الناس. ده اللي بدور عليه، الصدق. ما نقدرش دلوقتي نضحك على الناس، لا مش ممكن. احنا زمان بالقدرات بتاعتنا القليلة بالتكنولوجيا ما كانش فيه زي دلوقتي، كنا بنعمل افلام مقنعة جدا تبكي الناس وتخاطب المشاعر الانسانية اللي جواهم ووجدانهم. صحيح صحيح. لبلبة، سألتك عن المحطة اللي تفتكريها وبتحبيها هي ليلى ساخنة. أيوة. طب ايه المحطة او الشيء اللي مر بحياتك ان كان بالمهنة او بحياتك اللي عايزة تنسيه؟ حاجة حصلت لي مرة واحدة بس. مرة واحدة عايزة تنسي حاجة واحدة بس؟ مرة واحدة. انت متفائلة. ودي استغربتها. أيه؟ لانه اشتغلت مع مخرجة بدون ذكر اسماء. أيه؟ شالت لي 14 مشهد. أوف. من الفيلم. فالفيلم فقد الموضوع بتاعه. يعني ليه عملت كده؟ ما فهمتش. ما سألتيها؟ ما اقدرش اسال مخرج. ليه؟ ما اقدر. عمري ما قلت المخرج او مخرجه انت ليه شلت شغلي يا استاذ. انت لبلبه، انت مش ممثله امبارح دخلتي. مكتوب في العقد اللي احنا بنمضيه كلنا من مليون سنه ان المخرج حر. حتى يعني لما بنمضي العقد اللي احنا بنمضيه مكتوب فيه المخرج حر يشيل اللي هو عايزه في المونتاج ويحطه اللي هو عايزه، حتى لو الممثل ما عجبوش بعد 3 ايام يجيب غيره. ايه ده، انتوا بتمضي على عقد زي كده؟ كلنا بنمضي على العقد. لا، وانا اذكر ان في ممثل مشهور جدا بعد ما اشتغل يومين اتاخر على الاوردر، فالمخرج حسن الامام شاله وجابه بس تاني. لا لا لا، بس ممكن يحصل ده. بس هيدي ديكتاتورية بالفن، ما فيش كده. عشان كده يقولوا لك المخرج عايز كده دايما، لما يبقى في حاجه غلطه في الفيلم يقولوا لك المخرج عايز كده. بنبرر يعني، بنبرر. أيوة. للمخرج. انت موافقه ان المخرج فعلا ليه الحق يلغي ويحط زي ما هو؟ طب فين نظره الكاتب والسيناريست؟ فين حضور وأهمية الممثل النجم اللي عم بيمثل بهيدا الفيلم؟ إزاي؟ ده سيبك من كل ده، دي فلوس ناس منتج. دلوقتي إحنا مش اشتغلنا مش في فلوس اتصرفت صح في الشغل ده. صح. دي فلوس ناس، دي مسؤولية، دي مش فلوسنا كمان. لما يجي المخرج أو المخرجة يروح قاصص، طب دي فلوس ناس اتداس عليها، دوسنا على فلوس ناس شيء. وبعدين احنا تعبنا، صحينا بدري، اتمكيجنا، انفعلنا، عيطنا، وقفتوا ساعات ومثلتوا. مثلنا احنا ساعات بنشتغل بال 26 ساعة. الحمد لله اني انا ما بمثل، ما بقدر امضي على شغلنا. هي شغلتنا صعبة. وعايزة انك تحبيها. زي الست اللي بتحب راجل ويطلع روحها ولسه بتحبه. لا تبقى يعني مشكلتها بقى. لا، شو بيقولوا تستاهل. ها لا، الفن الفن لازم تحبيه قوي علشان تتحملي. فيه فنانين كتير ليه بيسيبوا الفن وبيعتزلوا وهم كويسين وبيشتغلوا ومطلوبين؟ تعبوا. لانه يقولوا لك خلينا نستريح. يعني ايه نستريح؟ انا عمري ما فكرت في الموضوع ده ابدا. ايه طول حياتي يخلص الفيلم ده يا ترى هيجي لي ايه بعد كده؟ هيبقى حلو؟ هشتغل ولا مش هشتغل؟ لغايه الوقت اللي لحد دلوقتي ده انا اعمل فيلم واخد فيه جوائز واقول ايه؟ ما افتكرش هيجيني شغل كويس بعد كده، واقعد افكر فجاه ربنا يبعت لي حاجه كويسه اقول طب الحمد لله اعمل ده. طب وبعد كده هعمل ايه؟ يعني دايما في قلق، لان انا عايزه اقدم الجديد للناس. انا مش عايزه افاجئ الناس بشغل يكون مش متوقعه مني. عندك فكره هلا في بالك وعايزه تعمليها وفعلا يعني بتخلي الناس ان تتفاجئ انه اوف لبلبه دلوقتي عم نفسي في حاجه؟ ايه ايه نفسك بإيه؟ مش عارفه دي هتجيلي، يمكن
ما تجيليش لحد ما انا اعجز وافارق الحياه، ما تجيليش دي اللي انا عايزاها. ايه هو انا انت نفسي عايزة اعمل درجه من درجات الاعاقه، لان انا قوي قريبه من ذو القدرات. انت كتير عندك نشاطات وبتزوري كتير وبتساعد كتير من سنين لدرجه كبروا معايا ويعرفوني. انا نفسي اعمل يا اما ام لذوي الاحتياجات، ذوي الاحتياجات، يا اما انا اعمل حالة درجه من درجات الاعاقه، وانا عارفه هعمله ازاي، لانه في شكل معين، وانا من الناس اللي ما بيهمنيش شكلي. يعني انا اخر فيلم عملته اسمه الشنب، انا طلعت غسله وشي من غير مكياج خالص، لان المفروض ان تاني مشهد في الفيلم اخونا الوحيد بيتوفى، فمش معقول نحط رموش ونحط مكياج، فانا كنت عايزه الناس تصدقني. هو الفيلم لسه ما نزلش، فطلعت من غير مكياج. انا ما عنديش اي مانع ان مش مهم يطلع شكلي ازاي، المهم ان الناس تصدقني. احنا لو ما صدقوناش يبقى ما عملناش حاجه. مين من زميلاتك عنده نفس التفكير؟ افتكر كلهم يحبوا انه يعملوا شغل حلو، بس يمكن انا بتكسف لو عملت شغل نص نص، علشان انا بشتغل من زمان، انا الجمهوري رباني وشافني في كل المراحل، شافني كده وشافني كده وشافني اكبر، فعيب عليا لما اعمل حاجه ما هيش متقنه وحلوه. طبعا احنا بنعمل الشغل وما بنبقاش عارفين ده هينجح، توفيق من عند ربنا، من عند ربنا طبعا، وبيبقى ساعات في كذا سبب. بيبقى اذا كان مخرج متمكن، اذا كان موضوع حلو لازم يعجب الناس. في صداقات بالفن لبلبا؟ في حقيقه صداقات يعني قليل. انا من الناس اللي دايما فرصي بتيجي متاخره، بس بتيجي علشان انا ما عنديش شلاليات، وبعمل دايما شغلي. ايوه بحب الناس اللي بيشتغلوا معايا، وليا صداقات، يعني يسرى حبيبتي وصديقتي، ليلى علوي صديقتي، الهام شاهين صديقتي، احبهم قوي الثلاثه، احسهم زي اخواتي لانهم عشره طويله معايا. محمود حميده احبه طبعا، حبيبنا عادل امام الله يرحمه، عمر الشريف كان بتربطني بيه صداقه جميله من غير ما نشتغل مع بعض. شفت الصوره؟ انا حطيتها من اول اللقاء بس قصدت ان انت ما تشوفيها، وفعلا ما انتبهتي، لا انت فاكره انه يعني ما طلعتي عليها. انا افتكرت بتتفرجي عليها وهتشيليها اول ما نبتدي نصور. لا، لان انا اللي لاحظته عمر الشريف كان صديق والدتك وبقى صديقك. ايوه صباح صديقه والدتك وبقت صديقتك. ايوه انت اصدقائك حتى هم اصدقاء والدتك. ايوه صح. الاستاذ عمر الله يرحمه حب ماما الاول، لان لقاني ما بروحش مهرجان كان 18 سنه، كان بيشوفني اروح مهرجان كان، احضر المهرجان ومعايا امي. فهو كان بيحب امه قوي، وكان في اخر ايامه من كتر ما مشغول كان حاسس بتانيب ضمير ان هو ما قدرش يقوم يشوفها قوي كتير. ايه ما عشش معاها كتير، ما عشان معاها كان بيشوفها وكان بيراعيها وكان دايما معاها، لكن كان مشغول. فلما هو حب ماما قوي وبقوا اصدقاء مع بعض، وحبني عشان انا باخد براعي امي وباخد بالي عليها. فابتدت الصداقه وما اشتغلناش مع بعض. كنت بتحبي لو اشتغلتي مع عمر الشريف؟ لا كان طبعا حلو لو اشتغلتي. فجاه انا تعاقدت على فيلم حسن ومرقص، ما كانش الاستاذ عمر فيه، كان ممثل تاني. الله يرحمه، كان ممثل تاني اللي هيعمل الدور، كان المفروض محمود عبد العزيز الله يرحمه. الله يرحمه. فما اعرفش اختلفوا في ايه، فجاه لقيت عادل امام بيقول لي نونيا هقول لك خبر هتنبسطي قوي. ايه؟ قال لي عمر الشريف هيكون في دور الـ البطل اللي قدامي. ف
فرحت جدا، غبت عن الوعي. انبسطت ان انا هيجمعني معاه كاميرا واحده، يعني ما جمعنيش بيه كاميرا ان نقف احنا الاثنين قدام بعض. خبرينا قصة عن هالتجربه، يعني ايه تو يقف الواحد امام عمر الشريف بكادر واحد؟ يعني حيرني إيه؟ يعني كل الممثلين اللي انا اشتغلت معاهم انا احنا بنحفظ وعارفين ادي الكاميرا هنقول ايه، هنبص فين، هنتكلم امتى، هنسكت امتى، هنفكر امتى. عمر الشريف لو الشوت اتعاد 6 مرات كل مره بيعملوا شكل. عمر بيشتغل من احساسه من قلبه الله يرحمه، ما بيشتغلش بالقواعد. ايوه بالقواعد هي ادائنا، بس هو عشان مبدع كان يدي جمله ساعات من تحت، هتضطر انت برضه تقولي من تحت. يعني مثلا لو قال افهميني يروح نزل تحت، ساعات يقول افهميني يعني يحيرك هديله من أني زاوية. لكن كان متعة لما اشتغلنا مع بعض. كان يجي أول واحد يفتح الباب، باب قطه، ويشرب قهوته أول واحد. كنا احنا كلنا نجي مكسوفين نقول الله الله ده موجود واحنا جايين متأخرين. وبعد كده ياخدنا نتعشى كلنا مع بعض. كان في ألفة حلوة، وهو كان الحقيقة إنسان عظيم جدا الله يرحمه. تعرفي أي فنان بمسيرته بيقولوا إذا ما نجح في مصر يبقى نجاحه ناقص، دي مقولة بيقولوها في كل وطن. أيوة اللي ينجح في مصر ليه؟ ينجح كله ليه؟ جمهورنا مش سهل. يعني إنه يحب فنان، إنه يسقف لفنان. ما تفتكريش عشان أنا كتير تجربتي على المسرح في جمهور. خذلك شي مرة الجمهور المصري؟ لا. بس أنت خذلتي؟ لا يمكن. كيف تعرفي؟ لا يمكن. بس اللي حصل إن أنا جربت إن أنا الجمهور كان بيحب قوي قوي التقليد. كلنا هيك. فجأة طلع في دماغي قلت أنا مش هقلد المرة دي، انا هغني الاغنيه لطيفه كده، وقلد تقليديه واحده. فالجمهور عند يعني ايه عند؟ شو عند؟ ابتدى يسقف، ناقص يمسك الستاره، انه مش عايز الستاره تنزل. زمان كانت الستاره مش بالزرار، كان يدوي باليد. ايه في الحبل. نطوا على المسرح ومسكوا الستاره، وعشان عايزيني اقلد فايزه احمد، عايزيني اقلد ورده. يبقى الجمهور هو اللي بيتحكم صح؟ احنا لازم نبسطه. يعني زي ما فهمتني امي، قالت لازم تبقي متاكده وانت بتحيي جمهور كده والستاره بتنزل انك انت اديتيله اقصى سعاده. من اول صف لحد اخر صف. احكي لي على الشارع المصري، الجمهور اليوم عايز ايه ما كانش بيطلبه بالأيام السابقة؟ الجمهور عايز صدق. الجمهور بقى في وعي دلوقتي، وفي سوشيال ميديا بيروحوا قايلين ايه الدور اللي عاملاه ده. هي مالها صاحية من النوم حتى الرموش، هي مالها نايمة في المستشفى وعاملة التاتو، يعني ما تقدريش تضحكي عليه. صحيح. الجمهور دلوقتي عايز الصدق. الجمهور بقى جريء. زمان كان ممكن يجامل شويه، ان يجامل دلوقتي لا، بيقول لك احنا. يعني انا لما كنت حزينه على امي قعدت 3 سنين لابسه اسود، وبروح المهرجانات وانا لابسه اسود. ففي حد قابلني في الشارع قال لي مدام لبلبه اسمحي لي عايزه اتكلم معاكي كلمه. قلت له اتفضل. قال لي احنا رافضين نشوفك حزينه، انت اللي بتدينا الباهجه، احنا مش عايزين تبقي حزينه، احنا عارفين قد ايه شيء قاسي في دنيتنا انك تفقدي حد يعني روحك فيه. بيحسوا فيكي بس عايزينك بفرحك ليهم. في علاقه طيبه جدا بيني وبين الجمهور، لان الجمهور شافني في من طفولتي لحد ما كبرت. صحيح. بيحس ان اتربيت مع اولاده. لبلبه كمان جمهور بلبنان بحبك كتير، يعني انت حالي خاصه عنا كمان، انت بتعرفي هيدا الشيء. وبتزوري لبنان كتير كتير. انا بحب لبنان قوي قوي. وانا اذكر ان انا اول مره اشتغلت في لبنان كان عندي 6 سنين. في علي.
علي. في البيسين. كان حفلة كبيرة غنى فيها فريد الأطرش وأنا طلعت قلدته بحفلته. بحفلته زي يعني مني؟ لا الناس ضحكوا بعد ما أنا قلدته الأول فلما هو طلع مسك العود والحاجات بتاعته دي راح كلهم ضحكين. لا افتكروكي لأن افتكروني. لكن هو كان يحبني قوي. كان يحبني ولما يعمل حفلات في بيته يجيبني وأقلده ويقول لهم شوفوا شوفوا اللي بلبة بتقلدني ازاي، شوفوا اللي بلبة بتقلد صباح ازاي. كان شخصية لطيفة جدا جدا. شو عندك ذكريات بلبنان؟ حاجات كتير ما نساهاش. لما مرة كنت قاعدة في كافيه من الكافيهات بتاعت لبنان مكشوف كده والناس ماشية في الشارع، فلقيت اتنين ماشيين قال لي لبلبة. قلت له عملت كده. قال لي انتي قلنا انتي قلنا انتي بتاعتنا. وبعدين عندي كمان ذكرى جميلة جدا. كنا رحنا مع يوسف شاهين علشان نعرض الآخر في طرابلس. الست بهية الحريري كانت عاملة حاجة في طرابلس وكان 800 شخص دعوة عامة عشان يتفرجوا على فيلم الآخر. وأنا كنت عاملة دور بهية اللي هي مصر. نعم. بهية في أفلام يوسف شاهين يعني مصر. أوكي. المهم إن بعد ما عملنا في طرابلس العرض بتاعنا تاني يوم قالوا لنا السيد الرئيس في الحريري عايز يقابلكم في القصر بتاعه. أوكي. فقول أوكي الساعة 6. يوسف شاهين قال كلكم تكونوا تحت، لازم نحترم موعدنا، عيب صعب. أنا بقى خجولة انا هروح ازاي مش عارفه بقى ايه. فلبست تايور كده محترم كده وكلهم دخلوا انا اخر واحده. مين كان معكم؟ يوسف شاهين. أيه. الاستاذ ومعنا خالد يوسف، معنا الفنانه نبيله عبيد، هاني سلامه، حنان ترك، كل الفيلم كله. وبعدين هما كلهم دخلوا على الصالون، لسه ما دخلش علينا سيادة الرئيس. وبعدين أنا كنت آخر واحدة. أول ما دخلت نبيل عبيد قالت الرئيس بيقعد في أي حتة؟ قالوا لها هنا. فرحت أول كرسي قعدت. برضو الأستاذ يوسف شاهين الله يرحمه قال رح قعد قدامها. كله ترست وأنا فضلت واقفة مش عارفة أقعد فين. الآخر لقيت كوان كده كورنر في كرسيين عاديين وفي أباجورة، فقعدت كده. فجأة لقيت الباب اتفتح أكورديون كده كده وشفت رئيس رفيق الحريري. أول ما شافني قال لي ساب كله وقال لي لبلبة أنا بحبك قوي، أنا بحبك لما كنت بتقلدي فريد الأطرش، وراح سايب كل ده وراح جاي قاعد جنبي على الكرسي الصغير اللي على الركنة. فطبعا انا اتكسف بقيت مش عارفه اعمل ايه. كلهم جم. ربحتي انت يعني بوقتها؟ ربحتي يعني. ربحت وبقيت مكسوفه مش عارفه ابص فين. حبيته قوي. ولما حصلت الوفاه كانت صدمه، وجريت على السفاره عشان اعزي. كنت في العزاء وقلت لسياده السفير وقتها قلت له ممكن اسافر دلوقتي اروح اعزي. ورحت فعلا على الضريح وعزيت الهانم مراته الست نازك والست بهية هناك في طرابلس. سافرت ورجعت بالليل. قولي علاقتك بلبنان طويله حتى مع الصبوحه. بحبهم قوي. وصبوحه برضو رحت كمان. لبلبة لما الطفل بيكون هو بمجتمعه أو بعائلته نجم أو مصدر شهرة للعائلة، شو بيعطي العائلة؟ شو بيحقق لعائلته؟ شو بيخسر لنفسه؟ هو بيكون حاجة مهمة في العائلة لأن بيبقى متحمل مسؤولية العائلة دي وعارف أنه هو مهم قد ايه في العيله. مع انه انا كنت ما كانش ليا طلبات. اخواتي كلهم كان لهم طلبات كتير، انا
ولا كان لي اي طلب. ليه؟ بقرار منك ام كانوا يعني كبرتي قبل عمرك؟ لا، كان دايما يعني امي بتعلمني انه ارضي يكون خليكي راضيه باي شيء، وتكوني ما كانش ليا طلبات. يعني كانت ماما بتلبسني احلى لبس، بتجيب لي احلى اغاني من مؤلفين وملحنين، لكن ما عمريش مثلا كنت اقول انا عايزه دي، لا انا هتجيبي لي دي امتى، ما فيش ده ابدا. ليه؟ كنت دايما اكتر هم شايلاه شغلي. كنت ابص من البلكونه الاقي الاطفال بيلعبوا الاولى اللي هي اكس نحن بنقلها او بالحجره بالطوبه. ايوه بالحجره. فكنت اقول ماما انزل العب معاهم بس 10 دقائق، كانت تقول لي بدل ما تنزلي تلعبي احفظي اللي هتقوليه. ما بتعتبري ان ظلمتك بمطرح ما؟ مش الظلم، المسؤوليه كانت قويه جدا حملتك تقل. ايوه، وانا طفله بقيت يعني شايله همه. طب انا دلوقتي هطلع على المسرح، اوعى اغلط. ساعات كنت اغلط وبالرأس كده كده اروح جم ناحيه الكواليس واعمل كده لماما، تروح قايله لي كلمه اجري، وراح قايلها على الـ على الـ على الميكروفون. كان دايما الجمهور هيسقف، الجمهور كنت اخاف دايما ان الجمهور ينصرف عني. تقلب له باب ولد بعمرك، طفل بعمرك صغير حامل هالمسؤوليه وخايف يغلط وخايف ما يزقفوا له، ما بيخلق عندك، ما بدي اقول عقدي، بس شو بتخلق عندك على كبر؟ يعني انت اليوم بتقولي انا عندي حاجه دي عايزه اتخلص منها بقى. الطفله اللي جوايا دي عايزاها تخرج. ليه بقى؟ لان جوايا في طفوله، يمكن عشان انا ما عشتهاش، جوايا في طفوله ساعات بخجل منها، ساعات ممكن اجري في الشارع، ساعات عايزه اركب عجله بسكليت. جوايا في طفل قاعد، فانا ببقى خجلانه دلوقتي عشان انا كبرت، عايزه اشيل الطفله دي. لما بتغني للاطفال كنت بتغني للاطفال وانت طفله، وبتغني للطفل اللي جواتك اللي ما فيش حد غنى له، في حد غنى لك؟ لا، كنت انا اغني لنفسي، كنت انا اساعد نفسي، انا اللي اغني لروحي. لانه ما كانش حد فاضي. انا كان يومي كله مليان ما بين معهد الباليه الكلاسيكي، وبعدين التصوير السينما، وبعدين حفلات مع عبد الحليم حافظ اضواء المدينه، ما فيش وقت. وبعدين بروفات لازم احفظ اغاني جديده اللي هغنيها. وشوفي خلق جوايا تحدي، بقى جوايا تحدي وساعات تمرد، عايزه اعمل شيء احسن، عايزه اعمل حاجه اقوى. ايه اللي ممكن اقدمه للناس يقولوا الله احنا ما كناش منتظرين انها تعمل الدور ده؟ لبلبة، بيجي ببالك لحظه لما بتنطفي الاضواء شو بتعملي؟ انت عشتي من اول ما خلقتي تحت الضوء. تقصدي لو الاضواء راحت مني؟ لا، لو خلصت، يعني لو الاضواء خلصت مش راحت منك، لو انت يعني بتتخيلي لبلبة موجوده بس مش تحت الضوء، ممكن تقربي؟ مفيش الا لحظه، بلحظه ان انا خلاص انا عايزه اعيش براحتي، مش عايزه فن، خلاص ممكن؟ ما افتكرش هقول مش. تعرفي امتى هقول لازم ابعد عن الفن؟ لو حصل مرض او مفيش قدره ان اقدر ادي. لكن طول ما انا قادره ادي، مستنية الفيلم الأحلى، مستنية الغنوة اللي هقولها أحلى. جوايا في أنا كنت بشتغل فيلم مع منى زكي، قالت لي مش معقولة يا نونيا بعد كل السنين دي الشغف اللي جواكي. صحيح، بيستغربوني. الحاجة الوحيدة اللي ممكن يقعدني وأقول كفاية عشان أنا بحترم جمهوري قوي، لو حصل مرض لا سمح الله حاجه زي دي، يبقى اقول ازاي مفيش قدره اقدر اديها. لو بندخل على منزل بيت لبلبة في غرفه
ببيتك هي حياتك. الغرفة دي هي اللي فيها دولاب كبير دورين فيها من كل عمل أنا عملته من طفولتي لحد دلوقتي في على الأقل لبسين أو ثلاثة بحتفظ بيهم من كل عمل. لما بفتح الدولاب ده برجع بالذكريات. شو بتقولي لبيها؟ بقول قد إيه تعبت لما كنت لابسة الفستان ده، قد إيه تعبت لما قعدت أفكر إن الفيلم ده هينجح ولا مش هينجح، قد إيه زعلت لما الفيلم ما حققش. بتقولي أنتوا حرمتوني من حاجات كتيرة في عمري، بتقولي أنتوا حتى مني مش هتخلى عنكم. I'm sorry. أنا مش عايزة أتأثر. رموشي هتقع. هو ورموشي أنا هتقع. يلا شوفي، كل حب في الدنيا فيه تضحية، فما فيش حب من غير تضحية. فأنا قررت أن أدي حياتي للفن. ريح شوية. يا ترى استوب يا أستاذ، يا أستاذ استوب استوب استوب. أنا ليه عيطت مش عارفة. شوفي، لأن حياتي كلها حقيقة فن. يعني أنا بفهمك لما تدخلي على 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 غرفة فيها هالقد من الذكريات، من النجاح، من التعب. طبيعة تأثر لأنك حقيقية. لو كان الفن عندك مهنة فقط ما كنت تأثرتي، لأنه في فنانين بنعرفهم بيحتفظوا بتيابهم وبيحتفظوا، لكن بيحكوا عنها بفرح وعادي. لكن انت لانه هالقد في تعب. ما اقدرش بكذب عليك لو قلت لك انه المشوار الطويل ده ما كانش فيه تعب. كل يعني الطريق في الفن ما كانش سهل. في الطفولة كمان ما كانش في تلفزيون، ما كانش في عشان الناس تعرفك. كان المفروض نغني في كل المحافظات عشان الناس تشوفنا وتعرفنا، فكان في جهد أكتر. صحيح. دلوقتي الفنانين بيطلعوا في مسلسل والناس بتعرفهم خلص. لكن أنا كل شيء في حياتي بيعني لي. يعني أنا عايزة أقول لك حاجة، أنا يمكن ما أتمناش أرجع عندي 25 سنة أو 30. ليه؟ لأن أنا دلوقتي فيا نضوج. أنا بحس بالنفس اللي بتنفسه، بحس بالآخرين، ببص لهم بشكل تاني. يعني زمان كنت صغيرة ما فهمش، خصوصا إن والدتي قفلتني كتير عن المحيط. في حاجات ما عشتهاش واستحالة هعرف أعيشها دلوقتي. في بلوكات من حياتي طارت، طفولة، مراهقة، كله طار. كتير كتير. عشان كده يمكن أنا بحب المرحلة دي أكتر، لأنها فيها مشاعر بعرف، بقيت أعرف قيمة الدنيا. قيمة الحياة والبني أدمين وإزاي إزاي أقدر الجمهور اللي حبني واداني ثقته. صحيح. لازم الجمهور له حق على الفنان. يعني زي ما هو حبه يحب يشوف الفنان باحترام دايما. صحيح. وده اللي أنا علمته لي أمي. إن أكون أخد بالي من احتدال في كل شيء. أخلاقيات كمان يعني. ولازم الصحة مظبوط عشان نقدر ندي الفن. صعب الجمهور يشوف الفنان في وضع مريب ما يتمنهوش. الحاجات دي كلها أنا تعلمتها من صغري، من طفولتي. فأنا عرفت أسس المهنة من العمالقة الكبار اللي أنا اتربيت في وسطهم وتعلمت منهم. لبلبة، شو اللي فاتك بتحبي تعوضيه؟ ولا أقدر أعوضه. بس إيه هو؟ شغلي واحدة تقولي يا ريتني أقدر أعوضه. الطفولة. الطفولة طبعا. الحياة كانت ظالمة بمطارح وكانت عادلة معك بمطارح. أيوة. إمتى كانت عادلة؟
كانت عادلة بحب الناس الكبير بالنجاحات اللي أنا شفتها بإزاي اديت للفن عمري واداني الفن. ويمكن ما كانتش عادلة لأن في أيوه عشت كل العمر ده لكن في حاجات راحت مني ما عشتهاش. هي الطفولة اللي راحت مني. أصعب موقف مرق بحياتك؟ أفتكر طبعا فقدان إنك تفقدي حد بتحبيه. صح. دي ما فيش شك فيها. لكن حصل لي موقف وأنا في باريس لما فجأة أمي اكتشفنا مرضها. ففجأة كنا مع بعض في السوق وأمي أغمى عليها ولقينا الإسعاف جت وشلت ماما ولقيت نفسي في المستشفى الأمريكي في باريس. وطلع الدكتور كان معايا 7000 دولار عشان أشتري هدوم وحاجات خدوها مني ديبوزيت. وطلع الدكتور الأمريكي في المستشفى الأمريكي قال لي مدام اتفضلي أنت 8 ساعات لو عدت على والدتك هتعيش وممكن بعد 8 ساعات ما تعيش. واداني ظهره ومشي وبقيت أنا حيرانة. يعني ما تمنش أبدا. أكيد حبيبتي ما بدي بكيك بس أنا ما ضحكتينا وقد ما أنا ما كنتش عايزة أبكي بس أنت سألتيني فكان موقف صعب جدا. بقيت تايهة وفي الجنينة بتاعت المستشفى ومش عارفة أروح فين ولا أعمل إيه ومش عارفة إزاي خدوا مني ماما. صعب صعب. لبلبة بدي أختم. يعني في كتير اشياء فينا نحكي بعد فيها بس بتصور اللي فتنا عليه وقعدنا وحكينا فيه تجربة غنية لست من طفولتها لليوم. يعني ما عملتي شيء إلا بحب. كل شيء عملتيه بحب. بالضبط. أنا بدي إياك تعطي عنوان للي حكيناه اليوم وتختمي أنت. شو بدك تسمي هالقعدة اللي حكينا فيها؟ القعدة دي اللي جاي في بالي دلوقتي كلمة فن. النفس اللي أنا بتنفسه. إلى اللقاء.